السلام عليكم حبيباتي، صباح الخير عليكم. ان شاء الله لفيديو ديالي هادي تلقاكم كامله مهنيين وبخير وعلى خير. وقبل ما نبداو نشوفوا المحتوى تاع الفيديو تاع اليوم، نصلوا كامله على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شوفوا البنات، انا نوريكم في لابلونك اللي شيتها البارح من ارديست، وزعما فيلميت لكم مقاطع في ارديست تماك واش كاين، ميم الطنبوله تاع الوفا اللي كان فيها هديه تاع سبا في اوتيل في ازيد اوتيل، وكانوا فيها هدايا، لكن الله غالب المقاطع ما كتبش الله سبحانه وتعالى. هنا نوري لكم فهادو البارح قلت لكم اون كريم ديبيلاتوار، سي اون بودغ ديبيلاتوار اللي مدوها يعني كهديه كي تشري ان ارتيكل من لي ارتيكل تاع وفا. فوالا، وانا البنات تاني شريت البنات المقطفه، هذه هي المقطفه بالنسبه للاخوات العويدقات اللي تبعوني وما يعرفوش شنو المقطفه. هذه المقطفه اللي يخدموها الحراير باليد، يعني من بعد كنديرها معاكم ان شاء الله خطوه بخطوه سهله لكن فيها الخدمه. هذه البنات الشربه اللي كانوا يديروها يعني ناس زمان قبل ما تخرج الفداوج ولا الفيرميسال. فوالا، وشريت البنات الزبده تختين، لقيت الديول طريين باينين جدد يعني ما كشهاوني شريتهم، والباقي سكر فروماج يعني ماشي حاجه امبورطونت. المهم حبيت نوري لكم كاش نقولوا حنا، حبيت نوري لكم المقطفه، وكاين اللي عيطوا لها دويده اوسي. وزعما فيلميت لكم مقاطع الطنبوله، مقاطع تماك على يافي بلان بلان شوز البارح في ارديس، مي لا غالب كلش بالمكتوب. وهنايا مول البيت يكثر خيرو ربي يخليه تاج فوق راسنا، دخل لنا باتيسري بمناسبه عيد المراه، حاجه حلوه ربي يحل ايام وربي يحل ايامكم كامله. بيان سور البنات بديت دائما انا كي نقضي لو كان ما نعرفش نرجع كل حاجه في بلاصتها ومن بعد كنعجز لها السكر. البنات اللي خبيتو خبيتو اللي خطيتو، شوفوا خدكم هنا اون غير حاط رجع السلف، نضحككم شويه. كانت امي كي نفيضها كان حاجه تقول لي واش راكي حاط ردي السلف. المهم عاودت نقصت السكر في باسكو علاش ما نحبش نخليه في الساشيات، نقصت السكر في السكريه اللي نحطوها دائما فوق الطابله يلا ليات، ورجعت كل حاجه في بلاصتها. وهنا دويده هديه ولا المقطفه البنات، شريت قيس 3800، هاد الكميه دير لي قيس زوج شربات ولا ثلاثه. فوالا، ومن بعد توت سويت البنات بدلت البروغرام تاع العشاء، قلت والله غندير معاكم شريبه فيت في، كان راح الحال على كل حال. كان عندي عنقوق وجناح، درت معاهم بصله ريحتها تخي بيان، شويه تاع السمن شويه تاع الزيت البنات، كيف كيف ريحه حبه طوماطيش، يعني حطيت كلش كلش على فوا. ومن بعد تيت بيان سور فلفل الكحل، الشريبه تاعنا فيها فلفل الكحل قرفه والملح فقط، هذا واش نسحقوا في الشريبه ديالنا. فوالا، راني درت الملح ومن بعد حطيتها على نار قليله، بيس كان الدجاج ديالي كيما كنتو تشوفوا يابس مكونجلي، كان عندي الظهر والجناح. فوالا، وهنايا البنات الغصان تاع حشيش مقطفه، هاو علاش يعيطوا له حشيش مقطفه؟ القصبر هذا ولا الحشيش على يقولوا له مقطفه، بيس الحشيش يندار في الشربه تاع المقطفه. يا اخي هادو المعلومات مليح كي نتعلموهم. المهم الغصان تاع الحشيش مقطفه البنات هكاك معقودين، حطيتهم يطلقوا لي البنه بيسك ما كانش عندي الوقت نقطعهم يلا ليات. وزدت حبيبه قرعه وحبيبه زروديه البنات، قطعتهم رقيق رقيق وحطيتهم كيف كيف، ودرت طوماطيش مصبره باش تتنحى يعني القرصيه ديالها ولا سيديتي ديالها. هاكو تشوفوا مع التقليه الدجاج ديالي ديكونجلا، خليته يتقلى بطبع، نخليه بيان سور قبل ما نحط الحميصه ديالي ونمرق، حطيت الحميصه نمرق ونخليها طيب، يا نغلق لا كوكوت يا نخليها طيب ديريكتومون. هنا درت عرف تاع كرافس البنات، على بالكم شريبه تاع فيرميسال تجي ولا تاع المقطفه تجي فريمون هايله، بعرف تاع كرافس بيان سور كي يكون واجد كي ما يكونش واجد الله غالب. وهنا حبه فلفل باش تطلق لي الريحه. هنا كي طاب الدجاج ديالي زدت مرقت شويه ورميت المقطفه ديالي، واش نقول لكم واحد الشريبه من يديكم بورتون تاع بالخف الجود بالموجود. حبيت يعني بيسك المقطفه ما كنتش على بالي بلي تتباع هكاك مخدومه، فرحت كي شفتها. تاني قلت نفرحهم بعشا يكون مليح. زدت كيف كيف اليوم دوك تشوفوا هذا راه نطيب فيه حبابات بوراك. بوك لازم بلاص تشوفوا هاك شوف البصله هذه تحول هكا كليب بني، يعني شنو لكم انا هكا كيما هذا اللون كيما هكا راه هاك شوف هذا البيض، لازم تكون هذا البيض يعود بني تحتو تخرج منه الريحه تاع البصله مع المقلي احسن هكا 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 تحبوا ديروا على نار قليله خير. انا قلت بصراحه نزرب عليكم، قلت بيا يلا نديرها نار يعني متوسطه.
البصل دوك طاب، لازم دوك نتبلو شوية يعني، ومن بعد كي زعما نتبلو نعاودلكم. حبيبي هنا البنات، انا حطيت البصل ديالي في المقله وراح توصل لي المغرب. اذا بنتي لقاتو يهدر هكذا، كي اللي زعما انا اللي نهضر معاكم. اذا شعلت لا كاميرا بلا ما فاق، وانا اونجستري لو باساج اللي كان يحكي فيه، وبقى قلت والله العظيم يعني نضحك شويه خواتاتي. اذا تلمو مسكين يشوفني نهضر وحدي مع الكاميرا، صافي كوا اشك فوا نروح نغفل ولا يروح يكمل يكمل. وكيما راكو تشوفوا يحب يدخل روحو، يحب دائما كيما خاوتو اللي كبر عليه يموت على الكوزينه والدوزين. قال لي البولاك يا ماما انا اللي نطيبوك وتشوفوا المعدنوس. قلت له يعطيك الصحه قطعتو لي شغل السلق. المهم كيما قال الاخر، ربي يحفظه وربي يحفظ كامل وليداتكم ان شاء الله. هنايا لو مسيو راهو اللي كيدير لنا في البوراك. شوفوا البنات، الدراري كي نلهيوهم باشياء كيما هكذا، نو سولمون يتعلموا، زيد اون بلوس يفرحوا ويحسوا بليك يعني. وانا نشجع على بالكم هما ويخدموا، نقول يعطيك الصحه عثمان جبتها هايله، انت تخرج من هذيك تعود عندك هوايه في الطبخ. المهم سي فغي كيرونو لنا الكوزينه ويرجعوها لنا كارثه، لكن صدقوني تعطيهم طاقه ايجابيه ويفرحوا ونشجعوهم. وليو يروحوا يديروا الزبايل ولا باغ اكزومبل يديروا حوايج، باغ اكزومبل انت راكي في الكوزينه هو راهو ليك يعني يخرب اير. هذه هي البنات كيف راكو تشوفوا، راهو ليك يلوي في البوراك ورانا قصارين انا وياه. درنا شريبه مع بوراك يعني بوراك بطريقه تقليديه، وحطينا الطابله كيف كيف و انفان اون طابل تري تري سامبل. درت شلاضه ما فيها كنت شوفوا شلاضه ني زيتون ني والو، طوماطيش فينيغات وشويه فلفل مرقد وشريبه تاعنا. واش نقول لكم، جات الله الله. مي الاهم من هذا كامله هي اللمه ديالنا في الطابله وفرحتنا، وكما قال الاخر كي نقعدوا نحكي واش نقول لكم، اللمه تاع العائله الله لا يحرم منها. المهم نشوفوا الشريبه ديالي هنا كيفاش جات، واش نقول لكم البنه ديالها بنه يعني فريمون هايله. ميم البوراك خرج مالغري دارو عثمان الشكل ديالو شويه لكن البنه ديالو مخالفه من يديكم. هاتي اخواتاتي بالنسبه للفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ونقول لكم حبيبه قلبي الى فيديو واحد اخر. تهلاو في روحكم ودمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.